الأسماء يمه وصلت إلى حوالي 15 اسم، ولكنه الشارع قام يعبر عن الرأي. بما فيهم حضرتك؟ بما فيهم حضرتك؟ أنا والله أبو زياد ما رشحت نفسي ولا قابل أن أترشح لهذا المنصب صراحة. وكأسماء ذكرت يعني. ذكرت الأسماء يعني الناس تترشح جزاها الله ألف خير، ولكن أنا لم أطلبها ولم سبب. أسعى ولم ما ويا من تشتغل. البعض يقول أكو شخصيات مريد نزلت تحترق، شخصيات لا ما ينضميها للانتخابات القادمة والتفاصيل. أنت هسه تريد تشتغل مع من تشتغل؟ راح تشتغل بالدستور وبالقوانين. كثير من الانفلات لازم أول ما السيطر عليه وما يسيطر أول عليه؟ ما السيطر عليه. ما يسيطر عليه؟ لا يسيطر عليه. والله لو أكو وزير داخلية حازم ووزير دفاع حازم واستخبارات ومخابرات، هذا الانفلات الأمني والسرسرة اللي قاعد تمارس ضد الشعب يجب أن تتوقف.